3 years ago 48 كيفيوس وجود الإله يقع تعرفتي دابا بأنك وجود الإله من حيدوش لك ولكن الإسلام فزعتي دين مو أوريدي فرانس كان ديال اللي غير باش تبحث في واحد القضيه فرانسيس غاب كتعيش 30 ثانيه 30 ثانيه الحياه ريتشارد عزوز هذا شرملته تا هو هذا ريتشارد ما بقيتش كتنفعل ما بقيتش كنفعل يا مشات الصحاب قال فانت كان عندك تاثير كبير بداك الغوات وداك العصبيه لا راه كيكشكش كيكشكش بعض المرات لا كان كشكش باقي مره مره كنده فهمتي سمعت يا كفاتي غير عمرك ما تصادفتي معاه لا غير كدوز من واحد المرحلة ديال حيت كتعيا كدوز من واحد المرحلة ديال الديسكريبسيون المرحلة ديال الاناليز فاش كتكون كتاناليزي كتكونش غضبان وداك الشيء كتكون كتفكر بحال داك الشيء اللي كنديرو هنايا كيفاش البيئة والجوع وكتبقى تحلل ولكن فاش كتكون كتديسكرايبي كيفاش كتقولوا لها بالفرنسي هي هذيك ديسكريبسيون الوصف يا ولكن بالمغربيه كديسكريبسيون كديسكريبتي كتوصف كديسكريبي كديسكريبي ديكرير ديكرير فاش كتكون كديكرير ياك فاش كتكون هو المهم رقم عرفت اش بغيت كنقول يعني حللنا الدين الاخوان زعما شدينا الدين الاسلامي فعلا والله الا بالصحه الاخوان بالله الا حللنا مزيان ماشي كلنا زعما كل اخ كيجيب شي حاجه جديده شي حديث جديد شي فيزيون جديده بحال شادين شي حاجه في شي انتيكيتي شي حاجه قديمه بحال ديال الفراعنه ولا ديال أول ماكس ولا شي لعبة كتحاول تقادة داك الشيء وتخرج منه فكرة صعيب صعيب باش تجيب الفكرة تجيب شي حاجة قريبة للواقع ديال قريش وديال هاد الرسالة أون جينيرال شي حاجة اللي ما عندنا عليها حتى شي ورقة داك الشيء كله متشتت وكل شيء متناقض مع بعضه البعض شي مكتوب هنا شي مكتوب هنا شي تيقول لك العباسيون قلبوا على محمد نيفر اكزيستد بزاف ديال الحوايج وحنا كنحاولوا ما امكن نعطيو لداك الشيء كل واحد المنطق اللي يكون مقبول عند الانسان وكنحاولوا ما امكن نديروا لا ريكونستركسيون ديال هذيك الثقافه باش نعرفوا باش بلانا الله اوكي ماشي عندي التفريزه الاخواني قيده كاع ما كتسمعوني اي بيان ديال لي ممكن نسولك ما كنظنش انك وصلت لديك الدرجه نتاع لا ماتوريتي وتقبلت داك يعني تصالحت مع الماضي ديالك يعني كنت كنحس بك انك ما تقبلتش ديك الفكره انه واحد المده طويله من حياتك وانت حشي في قلب وما كنتش عايق يعني انا باقي كنتوجع نو دابا كنشوفك بحال صافي تقبلت الامر بحال وصلت ماتور يعني صافي عادي يعني اوكي تسناو الاخوان كان اللي بغيت نقول ان انا جدون شابو بالنسبه لواحد الانسان اللي دوز واحد المده طويله في الخرافه ومن بعد توصل لواحد اللاجئ يعني كبير عاد عاقب القلب وقدر انه يخرج من الخرافه ماشي بحال واحد الشخص اللي عاقب القلب دغيا دغيا لان الامور راه واضحه يعني بسيطه بالنسبه لي انا داك الانسان اللي كيخرج روطار هذاك زعما نستعرف به
شوفوا مثلا نتوما حاولوا مثلا دابا تفكروا غير تفكروا ان واش ممكن تقنعوا والديكم انهم يتخلاو على هذا الفكر ديال الدين وانه مجرد خرافه وهذاك الشيء غير تخربيق. تحسوا بداك الشيء اللي كنقصد انا بالنسبه لبيان لير. فاش خرج انا كنتبعوا في الايام الاولى فاش خرج من خرافه يعني حسيت بديك المعاناة اللي كان يعانيها. يعني حاليا ملي كنتسنطلو كنلقى شخص شويه كالم وماتور يعني ماتور وصافي تصالح مع اللي بغيت تقولوا مع الباسي ديالو بحال حاجه زوينه. ولكن هذاك اللي بغيت تقولوا داك عدم الارتياح وعدم تقبل نفسه انه المده طويله هو عايش في الخرافه وما عاقش خلته يساهم في هذا الفكر التنويري بالطريقه ديالو بواحد الطريقه يعني مخيره كاع. عطانا شي حوايج اللي الاغلبيه ما كانوش يشوفوهم هو شافهم. ديك بحال نقول واحد ديك الطاقه اللي كانت كامنه فيه ديك الغضب اللي بغاو تحول لحاجه زوينه اللي فرقها على الناس وكان السبب انه يخرج بزاف ديال الناس بالطريقه ديالو من الخرافه. برافو ليه. هو على ما اظن راه وصل لهاد القناعه ان راه عوض يعني عوض بزاف يعني عوض بزاف من داك الشيء اللي دار حوايج زوينين يعني بالمشاركه ديالو في البالتوك وفي المشاركه ديالو هنايا في عنده فيديوهات في سميتو في اليوتيوب. يعني دار حوايج زوينين يعني خص المفروض دابا يفتخر بهم ويزيد قدام ويعيش حياته نورمال. نتمنى لك اخويا بيان لير نتمنى لك كل التوفيق وتستحق حياه افضل ومازال راك صغير. شكرا خويا فوتكس. المهم هذا كان مسألة تلقائية كنا كنجيو كنعودوا على الدين ماشي شي تصنع ولا شي. المهم هو بنادم كيهضر وما كاين حتى شي حدود. هذاك المجال اللي تاح لينا في البالتوك ودابا هنايا كنظن عطاونا داك المجال انه حتى شي حاجه ما كيعرفوا عليك الناس. اللي كيعرفوا عليك هو داكشي اللي كتخمم فيه وداكشي اللي كتقول لهم هو اللي كيعرفوا عليك. وهذا كيعطينا واحد المجال ديال نعبروا نعطيو الحقيقه ديال الدين. ديما هذا هو الهدف. اي حاجه كتبغي كتبغي تعرف الحقيقه ديالها عاد باش كتلقى ليها شي حل ولا شي جواب. اي حاجه كتعامل مع داكشي علاش مشيتي عند الطبيب تيقول لك بول في هذا الكاس واجي ناخذ لك شويه ديال الدم باش نعرفوا الحقيقه ديال المشكل. لا رياليتي ابسولو ديال واش اللي كيعطينا هنا هذا المجال وانا كنهضروا فيه وكنعبروا فيه نيت على الغضب ديالنا وكن نعطيو ديسكريبسيون بغض النظر على اي حاجه واخا تكون شي حاجه خايبه بحال فاش كنقولوا محمد بيدوفيل. فهمتي بحال هادي ما تقدرش تقولها في المجتمع. ولكن هذاك المجال وفرنا هذا اعطانا هذا الفرصه هذه باش نعبر عليه كيف ما بغينا. وفعلا فاش كتعبر على الحاجه نيت بنادم كيفهم اكزاكتومون علاش كان علاش كتهضر. مثلا هذا الخطاب اللي كاين هنايا تعطيه العصيد ما يقدرش يقولها عصيد يقدرش يخرج للشارع ويقول لهم بهذه الطريقة هذه أن محمد بيدوفيل ابن عاهرة محمد كان مجمل ما يقدرش يقول هذه المسائل. قدر يهضر حتى كيقرب وتيرجع اللور. احنا ما عندناش هذيك الباغيير اللي كتحبسنا. ايه انت اللي خيتي فين كان انا سبينو داك الطبقة فاش شدوا المغرب شد ديك الخليه شتهم كانوا ما دخلوا تداروا حتى غرفه ودابا دخلوا ديريكتومون مع عاد بداو كيحلوا الرومات كيهضروا على داكشي اللي وقع مع العمري دليل النبوه. واخا انا ما تفرجتش حتى شي حاجه دونك
غير من خلال الشطحات اللي كنسمع هنايا. دونك علاش ما كانوا خارجينش ديك اليامات وليكيب ناسيونال ديال الدريات خسرات؟ علاش صافي ما خرجوش هضروا عليهم ولا هضروا عليهم حتى بداو؟ انا ما عارفش واش كتشوفوا معايا البيك بيكتشر behind all this shit. علاش اليوم بالضبط انا سبينو عاوتاني يجي يدخل عندنا بديك التصويره اللي يدخل بها؟ راك عارف التصويره اللي يدخل بها بيا الليل؟ علاش كيديروا هادشي؟ علاش هادشي ما كطرحوش تساؤلات؟ اش بان لكم؟ ما لقى ما يدار، لقاك غير انت في الواجهه بغى يقصر معاك يديرك طابه قطع. كيفاش قلت لك؟ لقاك غير انت في الواجهه ما لقى ما يدار، عنده الوقت فارغ. عندنا هنا للروم قبيله ودخل داير الروم ديال واحد الاخت ورا 3 ايام وصلت عنده، ورا 3 ايام وقيت اللي كان الصهد ما كانوش داخلين. لقيت اللي كان الصهد نايض ما كانوش داخلين. علاش؟ لا هو لا محمد سيدك ديال اسفي لا 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 اهل السنه حتى شي واحد فيهم ما كانوا داخلين ديك اليامات. كونجي 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 ولا حيت شدوا داك الخاليه النائمه؟ لا كونجي، هي جالسين هذوك ما يشرفوش الخاليه اصلا، ما عندهم داك الشيء ديال النحاس باش يديروا شي اثبات. غير بلا فهمتي؟ غير بلا بلا اصحاب البلا بلا معروفين كمالين الشفاوي هذيك. الشفاوي الله يداوي. لا هما كيديروا داك الشيء حيت ما عندهمش شي حاجه اخرى، فهمتي؟ داي ستاك كيشوفوا لارغومون ما كيقدوش يدافعوا على راسهم. اش تيقولوا؟ كيقولوا اجي نديروا الشوشره ولا تشويش. هذا هو الخدمه ديالهم، كيشوش عليك خصو يجي وياخذ لك الروم ولا ياخذ لك السميه ديالك ولا، حيت هذه واحد شي حاجه اللي كتكون في الدم عند الانسان المسلم. ما كيحاول يكون بحال محمد وكيبدا يشوف داكشي كاع اللي كيدير محمد زوين، كيبان ليه القتيل زوين وداكشي، كيبقى يتاثر به حتى كيعود بحالو، كيعود كيفكر بحالو، كيفكر في المؤامره كيفاش يتحايل عليك، فهمتي؟ حيت هذه هي الثقافه. ما يمكنش دابا عندك واحد البيرسوناليتي، فهمتي؟ وهي واحد البيرسوناليتي الاكزامبلير، يعني كتاخذ منها العبره، كتحاول تكون بحالها. مثلا كوبي براين كان بغى يكون بحال مايكل جوردن، ومايك تايسون كان بغى يكون بحال محمد علي. فاش كدير بحالو كاك كتبقى تحاول تكون ما امكن تكون بحالو، تسولو لي ديطاي امتى كيتريني شحال كيتريني وداكشي كامل. نفسي فاش كيكون عندك واحد شي حاجه اللي هي القدوه ديالك، بحال حنا دابا المسلمين القدوه ديالنا هو محمد. دابا الى القدوه ديالنا هو محمد، هو اننا كنبغيو نكونوا بحال محمد في كل شيء. خصنا ناكلو بحالو، نشربو بحالو، نتزوجو بحالو، نديرو بزاف ديال الحوايج بحالو. وفاش كتبغي كدوز وقتك، فاش كتحاول تطبق واش كان كيقول الرسول، واش كان كياكل، كيفاش كان كياكل، كيفاش كان كيتمشى. كاينه واحد الطريقه ديال طريقه المشي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم سميتها طريقه النسلان، وبحال واحد الطائر فاش كيمشي كيحط رجليه. راه غادي تلقاوها في اليوتيوب. مشيت النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ازاي؟ وحسب وهقول لكم مشيت اسمها، كان يمشي كده صلى الله عليه وسلم. شوف يعتمد على كعبه ويمشي خطوات سريعة، دي اسمها النسلان. لما مثلا قال عليكم بالنسلان اللي هو العدو السريع. وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمشى على الأرض؟ وكيبين لك أحسن طريقة في العالم، أحسن طريقة في العالم ديال المشي هي ديال الرسول. دابا هادشي اش كيعني؟ كيعني بان نحن كنجيو لهاد الوجود باش نكونوا بحال الرسول. واحد الحاجه الا كتكون كتحاول تكون بحالها
طالما انت كتحاول اذا غادي تيمبروفي، غادي تعود بحالها ولو شيئا ما. دابا المشكل هو هاد البيرسوناليتي اللي بغينا نعودو بحالها، هي بيرسوناليتي بدائيه، هي بيرسوناليتي همجيه، هي بيرسوناليتي متخلفه، هي بيرسوناليتي عنصريه، هي بيرسوناليتي اقصائيه، اوكي، هي بيرسوناليتي معاديه، اوكي. الا كتحاول تكون بحال هاد البيرسوناليتي اذا خصك تاخذ الصفات ولو 10% ولا 2%، ولا الا كتحاول اذا غادي تاخذ شي حاجه. وهذا الشيء اللي كيخلق لنا واحد الشخصيه عربيه كتنتمي للجزيره العربيه قبيله قريشيه، حيت هاد الناس اللي في قريش اللي هما الرسول والصحابه وداك الشيء، هادو هما المثال الاعلى ديالنا. يعني الفلسفه ديالنا في الوجود هو انه الى عشنا بحالهم 100%، اذا هذاك هي التوب بيرفورمانس، هي لا بيرفورمانس لا بلو الواعره كاع، هي هذيك هي احسن بيرفورمانس كبيرفورمانس كديرها في الحياه ديالك، هو انك تكون بحال الرسول، وخص حياتك كلها وانت كتحاول تعيش هذاك البيرفكسيونمون ديال الرسول، اوكي. اذا فاش كتلقى المسلمين فينا كاع هادشي اللي كان في قريش فينا حنا مسلمين، اوكي. حنا كنعتو العالم كله باعداء بحال قريش، مسلم في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس بحال واحد الانسان عايش في الصحراء ديال يثرب ولا شي روينا تما، نفس الشيء نفس البسيكولوجي. ربما هذاك الانسان اللي في قريش عنده بزاف منها، ولكن انت عندك واحد لابورسيون منها، ولكن باش تعيش بها في الوقت الحالي ديالنا وتمزج ما بين البيرسوناليتي ديال واحد القريشي وواحد الانسان كيعيش في 2023، هنايا كتخلق واحد شي حاجه بحالنا حنايا في لا سيرفاس. كنبانو ناس مسلمين هادئين، ما عندناش العداوه لتا شي واحد، ولكن اوفو ما كتلقى حتى شي مسلم ما عندوش العداوه مع الانسانيه. علاش؟ حيت هذاك الانسان اللي كان عايش في قريش واحد الانسان اقصائي، جا قال لهم ما كاين حتى شي اله اخر، كل شي دين مخص، كل شي الالهه تحيد. نفس الشيء فجينا لهذا الواقع منكش نتخلاو على البسيكولوجيا ديال الانسان القريشي كمسلمين. علاش؟ حيت حنا كنحاولوا ما امكن ماهية الوجود ديالنا وفلسفة الوجود ديالنا ومفهوم الوجود ديالنا، هو أننا خصنا نجيو هنا وخصنا نعيشو بحال قريش. هادوك الناس إلا كانوا كيفطروا بالحليب والتمر، حنا خصنا نقلبو على الحليب والتمر، وخا يكون عندك الخوخ والشهدية ما غاديش خص لابد التمر. اذا حنا كنحاولوا نكونوا بحال هادوك الناس. فاش كتحاول تكون بحال هادوك الناس ما يمكنش تخلي البسيكولوجيا ديالهم انتاكت، يعني ما ياثروش عليك على الشعور ديالك والاحساس الوجدان ديالك، خصهم ياثروا عليك حتى هادوك حتى في هادوك الحوايج. اذا كاين بزاف ديال التريتس ديال هادوك الناس ديال قريش، البيئة فرضت عليهم أن يكونوا ناس عنصريين إقصائيين، بزاف ديال الصفات. هادوك الصفات لا بد ما تأخذ منهم، داكشي علاش ديما كتلقى العداوة في المجتمعات ديالنا، ديما خصو يتخارى هو مع شي واحد، خصو يقلب لي على شي عدو. كنمشيو عند الغرب كيعاملونا مزيان، كتدخل عندهم تيقول لك أنت بحال واحد المواطن على الدخلة، بحال جد جد جدك كان عايش في فرنسا ولا في الانجليز ولا في الامريكا. ولكن كاين عندنا واحد العداوه، ديما كنقولوا حنا راه احسن منهم، حنايا
احسن منهم. احنا عندنا الاخلاق ولا احنا عندنا الثقافه ولا احنا مسلمين ولا احنا موحدين. اوكي ديما كنظنوا بان احنا احسن من هذوك الناس. علاش؟ حيت الشيء متوارث، تبقى ترونسوندو من عند الثقافه القريشيه، تبقى متوارث وديما كيبقى كل شيء لجينيراسيون الهدف ديالهم وما يعيشوا بحال محمد. اذا الا بغينا نكونوا بحالهم طبيعة الحال الا ضيعنا الطاقه والوقت باش نكونوا بحالهم اذا خصك فهمتي لا عطيتك مسمار ومطرقه وضربتي المسمار اول مره كتضرب المسمار بالمطرقه المره الثانيه خصها تكون احسن من المره الاولى والمره الثالثه احسن من الثانيه والرابعه احسن من الثالثه والخامسه احسن من الرابعه. نفس الشيء كنديروه مع الدين، كتحاول تكون ما امكن المره الاولى وكتعاود ثاني تحاول وكتبقى غادي وكتحاول باش تولي بحاله باش توصل لهذاك البيرفيكسيون. كتبقى مره كتزاد كتبقى تصلي وكتقطع شويه كتولي كتصلي شويه كتولي كتصلي ولكن ما كتصليش الفجر، شويه كتبدا تصلي الفجر، شويه كتبان لك في اثنين والخميس غادي تبدا تصوم اثنين والخميس، شويه كتبان لك في الحج، شويه كيبان لك تحفظ القران، شويه كيبان لك نحفظ الادعيه. اش كدير هنا؟ اش كتكون كدير؟ كتكون كتحاول تكون مسلم ديال بصح، يعني كتطوع راسك لعند قريش 1400 سنه وراء الجزيره العربيه. احنا عندنا واحد البيرسوناليتي، عندنا واحد سو بيرسوناليتي، هي عندنا واحد البيرسوناليتي ديال الانسان القريشي هي ليفز ودين اس، كيعيش معنا لداخل. حيت ما يمكنش يكون هو الهدف ديالك في هذا الوجود وما يكون وما ياثرش عليك بلا ما نعطيو المنطق. تما محتاجش لي ديتاي كيفاش، انت خصك تعرف الاهميه ديال هذاك الانسان في الحياه ديالك، وغادي تعرف بان البيرسوناليتي ديالك كتميل لهذاك الانسان. اذا احنا محكوم علينا بالفشل كمجتمع وكافراد، لا بيرفورمانس ديالنا في هذه الحياه ما غاديش تكون شي حاجه اللي نقدروا نفتخروا بها. علاش؟ حيت المثل الاعلى ديالنا والسبب علاش كنجيو، هادشي شفناه، هادشي اللي وقع ما بين الغليمي داك الميخي العميري ولا العمري ولا شفنا كيفاش لا رياكسيون. الشعب عنده علاقه مع الدين، كيموت مع الدين. السيد جا قال لهم اعطيونا دليل على النبوه ديال محمد. الروينا نايضة، سؤال تري تري سامبل، كل واحد عنده الحق على الدليل. الا ما كانش الدليل علاش كنهضروا حنا على المعجزه وبان هذا الشيء حق هذا الشيء بالصح؟ امتى كتقول بان هذا الدين بالصح؟ فاش كيكون عندك دليل. اش كتعني دليل على النبوه ديال محمد؟ كتعني انيتين، اي حاجه كتعبر على ان هذا محمد نبي. ربما المسلمين ما عمرهم فكروا فيها، ربما الدماغ ديالهم كيكون ديبيل، كيكون ويك، كيكون فابل. اوكي ما كيقدرش يتساءل في هذه المسائل. دابا الناس غادي يبداو يتساءلوا تري تري سامبل، الدليل على النبوة ديال محمد ما قدرش يجاوب عليه. المغاربة كاملين ما كيسولوش هذا السؤال، مولفين ما خصهمش يسولوا عليه، كيعرفوا بأن دو باز محمد نبي، كل شيء كيعرف محمد نبي. تا واحد ما ضيع أكثر من 30 سكوند يفكر في الدليل ديال النبوة ديال محمد، يفكر ماشي بدا يجيب الأسئلة
شي واحد قال لي يشد دماغه ويفكر في الدليل ديال النبوة ديال محمد، حتى واحد ما كيفوت فيها 30 سكوند. اوكي، وحنا كنا مغاربة، ما عمرنا كنفكروا واش محمد نبي ولا ماشي نبي. الا فكرتي في هذا الموضوع 30 سكوند كتقول اوكي، ديك الساعة كيحركك كيجرك لو سوجي، ولكن حنا ما كانش عندنا القدرة. علاش؟ حيت حنا لو بوين دو ديبار ديالنا هو ان محمد نبي، القران كلام الله، اللي شكون جابو؟ جابو جبريل. من عند من جابو؟ جابو من عند الله. هادشي كاع هاد كاع هاد لو بروسيسوس كله عندنا حنا جيفن، ما خدمناش فيه الدماغ ديالنا. واش هو سؤال صعيب؟ نو، السؤال كيبان لينا اكسيسيبل لاي واحد. كلنا كنا كنهضروا على البلاغه والاعجاز العلمي والتنبؤات وانشق القمر والسحابه اللي كانت طالعه فوق كتغطي عليه الشمس، فاش كانوا غاديين في الصحراء سحابه مغطيه على الشمس وداك الشيء كامل. ولكن فاش كتسولهم ما كيجاوبوا حتى شي اجوبه من هاد الاجوبه اللي عشنا حياتنا كلها، عشنا بهاد الاجوبه. وفاش كتسولهم ما كيجبدوا لك حتى شي جواب. كاين شي ناس اللي كيكونوا فيغيديك مع راسهم، كيجي عندك هنا كيقول لك راه كاين الاعجاز العلمي، كينقز وهادي وهادي وهادي. هادوك الناس على الاقل عندهم واحد الثقه في داك الشيء اللي قال لهم هاد الناس هادو، سيتو هاد الائمه، حيت كيعرفوا ديك البلاغه ما واكلاش، الاعجاز العلمي ما واكلش، انشقاق الشمس القمر ما واكلش، الاسلوب ديال القران ما واكلش، التنبؤات ديال القران ما واكلاش، سبحان الذي اسرى بعبده ما واكلاش. اش كيديروا؟ تيقول لك هذا ما عندوش الحق، هذا بغي يخرجكم من الدين. بحال هذا السؤال شي حاجه اللي كتخرج بنادم من الدين، انك تقلب على الدليل. وهذا الشيء اللي قالوا لنا المسلمين في هذا الميساج ديالهم، قالوا لنا الا كتسولوا الدليل على نبوه محمد اذا انتم تهاجمون الدين. واش كاين هادي فيها شي هجوم؟ هذه الخربه اللي انا بريء براءه يوسف من دم الذئب، ولا براءه الذئب من دم يوسف، ديك اللعبه كيفاش غادي تتعامل معاه؟ كيفاش انت غادي تشرح لي الدين كامل وهو تيقول لك انت ما عندكش الحق تسول؟ شكون كيدير هادي؟ شكون كيقول لك انت ما عندكش الحق تسول؟ امتى تقدر تقول لواحد الانسان انت ما عندكش الحق تسول؟ هي فاش كتكون هاز السيف، هي فاش كتقول لواحد الانسان انت ما عندكش الحق تسول. فاش كنرجعوا للتاريخ كنقولوا الناس اللي قالوا لنا ما عندكش الحق تسول كانوا هازين السيف. انت علاش غادي تقولها لينا دابا وانت ما هازش السيف؟ اللي ما عمرو سول اشنا هي النبوه ديال الدليل على نبوه محمد في حياته غادي يسول عليها اليوم، يقدر يكون في عمره 70 عام. ماشي كنعني اليوم، كنعني كاع هاد البروي اللي دايرين حنايا في السوشيال ميديا. اوكي، اللي ما عمرو سول عليها غادي يسول عليها اليوم. اذا هذا الشيء اللي واقع كيعني بان هذا الشعب راه دين مو مريض. فاش كتشوف لي كومونتير كتيأس، كتقول هذا هادو بلا ما تبقى تعاود ليهم، لمن غادي تعود؟ سول، قال ليه اعطينا الدليل على النبوه ديال محمد، جاوبو قال ليه اشنو هما دوك الملوطين المتلوطون اسميتها؟ قالوا له اللواطيون، ياك مشيت النسلان. حط لكم مشيت النسلان. كيفاش كان كيتمشى الرسول؟ الا تمشيتي بحاله انت غاد عندك 10 نخلات زايدين في الجنه. تعطى الله ماشي حشومه. شوفوا
شوفوا عشوفوا عشوفوا عافاكم الإخوان، الله يرحم لكم الوالدين، الإخوان اللي لتحت ستو، الناس اللي لابسين تيكيتا حمراء، طلوا طلوا على ذاك اليوم وشوفوا واش عمرك عرفتي شي شخصية في العالم خصك تعرف كيفاش كانت كتمشي. عندنا جون وين، جون وين هو واحد الممثل كان عنصري وداك الشيء، هو داك الممثل اللي كيلبس داك السروال ديال 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 ديك الغطاء ديال الجلد اللي كيلبسو لي كوبوي، وعنده واحد المشيه في شكال، ولكن هذاك كانت المشيه ديالو مهمه حيت كان عندنا الفيلم، كنا كنشوفوا الافلام، يعني كانت عندنا التكنولوجيا. دابا حنا خصنا نعرفوا الرسول كيفاش كان دير ديال كيف كان الرسول ياكل التمر. والله خويا عبد الله بن ابي الصرح، دلنا كيف كان الرسول ياكل التمر باش تشوفوا المستوى ديال العبوديه ديال المستوى ديال التيراني اللي وصل ليها هذا الانسان، والمستوى ديال العبوديه ديال الانسان المسلم، انه خصو ياكل التمر بالطريقه اللي كلاها الرسول، حيت هي احسن طريقه في العالم كتاكل. عمركم سمعتوا شي واحد ها كيفاش كان كياكل ولا احسن طريقه في الاكل؟ يعني الدين فيه كل شيء، كل شيء تيقول لك خصك ديره بحال الرسول. جينا نشوف شكون هو الرسول، لقينا الناس بنوا حضارات دين مهقد الخلا، الدماغ ديالك كيتفرقع كتشوف داك الشيء اللي داروا اليونان، وداك الشيء اللي داروا الرومان، وداك الشيء اللي داروا الفراعنه، وداك الشيء اللي داروا السريان، داك الشيء الراس ديالك كيدور كتمشي كتضرب شويه ديالك كتدخل الصحراء، كيبان لك بنادم دين معيش في خيمه هاز الدار ديالو فوق جمل وكيدور في الصحراء. انا بغيت نعرف علاش هاد خالق المجرات بان ليه ميخي غادي في الصحراء، قال هاد الميخي هذا هو لو مويان لو بلو افيكاس باش غادي ندوز الرساله الانسانيه. واحد الانسان عايش في قيطون، اوكي انا بغيت نعرف هاد الله اش كان كامي ولا اش كان شام، ولا ربما الآلهة كيطلعوا قوالب باش يتبوقوا. الإخوة اللي بغى يدخل لجنة الفردوس، سمعتوا الإخوة اللي بغى يدخل لجنة النعيم، ولا اش كاين ديك الجنة الواعرة فيه ومش سميتها؟ أنا الأول مال خالد؟ ما عرفت ما كيهضر ماشي حد وقال. اسميت هذيك الماده اللي قلتي، كتسمعيني يا اخوخي؟ اش قلتي واحد السميه ليبسوطامين ولا شي حاجه بحال هكا، انفيتامين، مال هاد فين كتكون هاد الحاجه؟ واش كتكون غدوي شيميك ولا كتكون في لو في ال... كتكون في الاعشاب، بحال العشبه ديال الماريوانا، وكت وقيل هذاك الشيء اللي كيديروا هذا الاله ديالهم كانوا كيكميو شي حاجه واعره في هذوك الخيام، تولى كيبان لهم شي حوايج اللي ما كيبانوش للناس ضاربين شكون الاله ديالو. وجينا حنا كنا كنصحابهم كيقلبوا على الخالق، مرا عم ضاربين شكون غيدبر على راسو، شكون اللي عنده شي صنم؟ والله الا بالصح بالله، شكون اللي عنده صنم من حوت مزيان؟ فهمتيني؟ هادو هما علاش كانوا كيضربوا، حيت ما عندهم لا تجاره، لا ما باش يديروا التجاره خصهم يديروا هاد القضيه هذه، ما عندهم لا فلاحه لا والو. حنا قلنا هادو راه واو، راه خالق الوجود، هادو راه كيعبدوا الله، ما
هذا عاكي يدبر على رأسه، كل هاو الإله ديالو، كل هاو الليرة ديالو، الماركتين خدام شي كيعطيك عشرة النخلات في الجنة، كتمشي عند الإله الأخو تيقول لك هذا الإله أنا كنعطيك، الإله ديالي كيعطيك غير سبعة النخلات، كتمشي عند الأخو تيقول لهم الحسنة عندي بعشرة وقد أزيد، وسيئة عندي بواحدة وقد أعفو، كتدوز عند ثلاثة أربعة ديال الآلهة كتلقى واحد عنده سبيسيال، الله غادي يغفر لك 20 مرة، فهمتيني؟ المسألة كلها كيجي تيقول لي أنا راه الجنة راه داير لهم فيها الحليب وداير لهم فيها اللبن، تيجي لأخو تيقول لي لا أنا راه عندي فيها الكانغورو ولا شي لعبة بحال هكا. القضية كانت عندهم كوميرسيال بيغ كوميرسيال، باش كتشوف هذاك الصراع اللي في مكة وجا من بعده حيد ليهم، راه كانوا محاولات كثيرة، راه كلها كيهلل، كلها وليرته، كلها والإله ديالو، وهذا إله مختص إلى كنت انتيا عاقرة، وهذا إله مختص إلى الرجل حاكم فيك. الروينة نايدة بحال هذاك الشيء اللي كنشوفه ديال الشعوادة في المغرب، فوتوكوبي شي كيتكركب مولاي بو عزة. ما كتبان لكش راه باقي تجارة، ما كيبان لكش الدين راه باقي تجارة، فوالا وي باقي تجارة، وهذا الشيء نيت راه خدام عندنا في المغرب في الشعوادة وداك الشيء، وحنا يا شديناها وحطيناها على واحد الحاجة كوسميك، خالق الوجود وجبريل ونزل. هذاك الفكر كان خاص بواحد ناس اللي الفكر ديالهم ضعيف، بنادم الطبيعة ديالو ما كتنميش ليه الفكر ديالو، الفكر ديالك كينمي بالفرايتي اللي كاينة، بالفاغيتي اللي عندك في الطبيعة ديالك. إلى الطبيعة ديالك اللي زي ليمون ديالها تحسبهم على ما فيها والو، اذا حتى الفكر ديالك كيكون محدود، فهمتي؟ الفوكابولير ديالك كيكون محدود. اوكي، واحد الانسان اللي عنده 20 نوع ديال الفاكهه و10 الانواع ديال الشجر و13 نوع ديال، ماشي بحال واحد الانسان عنده 100 ديال هذه و80 ديال هذه و70 ديال هذه. شكون غادي يكون انتيليجون؟ شكون غادي يكون عنده فوكابولير احسن من الاخر؟ طبيعة الحال الإنسان اللي عنده variety. هذاك الدين هذاك كيعبر عن المستوى ديال الذكاء وديال الوعي الحضاري ديال هادوك الناس اللي نزل عليهم الدين، يعني هذاك الدين كافي لهادوك الناس المستوى، بحيلة كتعطيه لشي دراري صغار بالنسبة لنا حنايا. هذاك الدين أنك تمشي وإلا درتي على واحد الحجرة 7 دورات راه الله غادي يغفر لك، دابا الحجرة محطوطة وإلا ضربتي عليها 7 دورات الله غادي يغفر لك وغادي ينجيك من جهنم خالدين فيها أبدا، وغادخل غتبقى تشرب في اللبن والعسل وحور العين وإلى غير ذلك. اشنا هو هذا كيهضر مع شي ناس مكلخين، قال لهم ودي الهرولة راه فاش كانت سارة كتجري على ولدها كيجري من واحد القنت لواحد القنت، كانت كتجري كتقلب على الماء وكتلقاه السراب وكترجع على ولدها وداتها ما نعرف 7 المرات. انا كون كنت ويا سارة نديرها المرة الاولى ونقول هذا راه غير السراب، ما غاديش نعاود نمشي لنفس. إلا داتي واحد البروسيسيس المرة الأولى والمرة الثانية، إذن المرة الثالثة غتكون بحال الثانية والرابعة غتكون بحال الثالثة، يعني الفشل محكوم عليك، خصك تبدل البروسيسيس. انت دابا وليتي خصك تمشي تما وخصك تمشي تجري، دير بحال هذيك خيتي اللي ولدها عطشان، وهي ولدها عطشان وانت مالك؟ انت ولدك ما عطشانش، خليتيه في المغرب عنده روبيني كيشرب الماء، لاش غادي لهيه كتجري؟ وفاش كتمشي تجري كيقول لك اوكي دخلت تكنولوجيا ولا داو لك بولا حمراء بحال داكشي ديال الترافيك، بولا حمراء وبولا خضراء. امتى تبدا الهرولة؟ كتوصل لواحد البلاصه كتبقى غادي بحال هكا كتمشي طبيعي، كدير مشيه الناس الان، كتوصل الضوء الخضر كتبدا تهرول، ولكن ما تجريش بالجهد،
انت ما عندش دير مك الحق تجري بالجهد ولا تمشي بشويه، حنا غادي نقولوا لك الايقاع باش غادي تمشي وغادي تبقى غادي وغادي توصل للضوء الاحمر، وفي الضوء الاحمر كتوقف ما كتبقاش تهرول. راه فرق ما بين الجري والمشي والهرواله. دابا عندنا دابا عندنا عندنا دي زانجينيور، عندنا دي دكتور، عندنا قضاة، عندنا محاميين. هاد الشيء ما مديورش لهم، هما مديور لشي ناس المستوى ديال الذكاء ديالهم ضعيف والأسطورة غالبة عليهم مزيان. ما كانش عندهم الدواء، ما كانش عندهم السبيطارات، كل شيء المشاكل كيحلوهم الآلهة. احنا دابا عندنا العلوم هي اللي كتحلينا، والتكنولوجيا هي اللي كتحلينا المشاكل. في العهد ديالهم كانوا الآلهة كيحلوا كل شيء، احنا في المغرب كنا كنحلوا كل شيء. اوكي، كنا كنحلوا في المغرب مشاكل كيجيوك يا اما كيقول لك الا ناط لك شي خخو شعيره كيقول لك خصك تشد 10 7 الحجرات. كتعرفوا شنو هي خخو شعيره؟ مابقاش بنادم عنده كعبوب في المغرب وفي خخو شعيره. خخو شعيره هي فاش كتنوض لك واحد الحبه حدا عينك، كتسمى خخو شعيره. ولا بغيتي تداويها كتجيب 7 ديال الحجرات وكتحط حجره وفوقها قمحه وحجره وفوقها قمحه، وكيدوش شي واحد اخر خصو يضرب هذاك الحجره فوق حجره، ولا ضربهم طاحوا هذيك خخو شعيره غادي تلصق ليه هو في عينيه وغادي تحيد منك انت. نفس الشيء اللي كنديروا مع بوعنيز ولا اش كنسميو، اشنو هو هذاك فاش كتنوض عنقك عوج كتكون له ساده مصوبه من عامره بالحلفه ولا الحوايج ديال خوك الصغير. تختي كولي لا باللغه الدارجه معنز معنز كتفيق معنز بو عنوز ولا شي حاجه بحال وي. هذه كاش كدير كتمشي تعنق شي جرو شي بابي شي كلب صغير كتعنقو. والله الا بالصح بالله الالهه كانوا كيديروا كل شيء، الاخوان مختصين في كل شيء، اي حاجه كتبغيها كتمشي عند الالهه كيحلوا لك المشكل. هذوك الناس كانوا كيعيشوا بير 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 خرافه، بير حياتكم كلها خرافه. سيتو فاش كتحيد ليهم الفلاحه والسقي والحصاد وداك الشيء كله كتحيد دير امهم الفورميلا، كيبقى يبان لهم الاله هو الله ديال بصح، هو اللي كيداويهم من السخانه، هو اللي كيداويهم من العين، هو اللي كيداويهم من السحر، هو اللي كيداوي لهم المعده، هو اللي كيداوي لهم الظهر. نفس الشيء المغاربه غير كيتوجهوا. خذ اختي خوخي سمحي لي قطعتك ولكن كنت شاد واحد ستون. فهمتك فهمتك. لا فكرتيني نقول لك الهرواله. عرفتي الوالده ديالي ملي جات من الحج مع الوالد ديالي ما مشاش، الوالد ديالي قال لها انا ما غنمشيش ما غنمشيش نعطيهم فلوس، انا عسيري بالصحه انا بغيت نبقى بحال هكا. وهي تمشي بوحدها مشات. ملي رجعات هي تقول لينا كتعاود لينا زعما قالت لينا عرفتوا شحال بكيت شحال بكيت ملي 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 جريت في هذيك الطريق اللي جرات فيها ام نصارى. هذيك الطريق مشينا في الخطوات ديالها وحنا غاديين وكنحسوا بها وكنبكيو. الوالد ديالي راه مسلم ولكن كيموت بالضحك، يعني كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه تما. المهم فكرتيني فيها ملي قلتي الهرواله وديك شي، قالت لك كلنا كنبكيو والصهد والناس كتسخف والناس كتسخف، ولكن راه تماك فين تيتغفروا الذنوب. راه ملي كتكون كتجري وكتسخف وكتطيح عليك النقطه وتطيح لك لا طونسيون والقلب كيبدا يسكت، تماك فين كيمشيو ليك الذنوب تما في هذيك اللحظه ديال ديسبير. ولكن راه خطيره هذيك القضيه ديال الهرواله وجري وهرول وتمشى ثلاثه الحركات. دابا كيطلعوا قال لك العرفه قال لك ما كاين حتى فين يخراو، قال لك بنادم عام مريح كطل كيبان لك واحد كيخرا لهيه ولا خو كيهضر معاه، هذا كيخرا ولا كيخرا واحد كيهضر مع الاخر.
تيقول لي واش مشيتي درتي الصفا والمروة؟ تيقول لي ايه هما بجوج كيخراو. ويدي الشعب دير مو كي داير. انا عندي مشكل غير مع ديك مشيت النسلين نموت الضحك من قبيله وانا تنضحك. طيرت لي الناس واش مشيت النسلين راه بحال شي واحد بانت لكم عاديه بحال شي واحد عنده لي بيي بلا ولا مع كل احتراماتي مع الناس اللي عندهم هذا المشكل بحال شي واحد مصمك ولا شي واحد عنده لي بيي بلا راه ما يمكنش القدم مسطح لي بيي بلا ما داك اللي عندهم قدم مسطح وكيتعكل في المشيه كان انا ما شكون سمعتها كتقول انا شفتك دي هي انت اللي شفتي ديك مشيه النسلان يس ما شفتيش ديال كيف كان الرسول ياكل التمر بلاتي نتخليها راه كاين واحد ديال اكل التمر قال لك خصك تشد التمره وتدوزها ديريكت لصباعك بلا ما تبان العظم ديال التمر خصو يدوز لي ديك بواحد الطريقه هندسيه واعره شعب دين محمار الله يتشعب حمار وحق الرب الإخوة الحكمة الحكمة في ذلك تبقى المشكل الحكمة في الحكمة أي حاجة كيدير الرسول مزيان حتى إلا جا شي واحد نكح لك المرأة خصك ربعة ديال الناس وخا يجيب لك فيديو يقول لك شتي هذه راه المرأة ديالك راه كاين كح فيها المضاربي قالك لا خصي يجيبو ربعة إلا دخلتي لشي دار سلموا على الله إلا أنا الوالد ديالي كيدخل السلام عليكم والوالدة تاهي داخلي للدار والخواتات ديالي تاهما كيدخل الدار خاوية خرج مشى تقدا جا دخل الدار ديالو كيدخل الدار ديالو تيقول السلام عليكم دابا هاد الإنسان ميمكنش يكون طبيعي عرفتي انت كتقول هذا واحد الانسان مسطي هو فاش كيبدا يبانوا ليه شي كيبانوا ليه ناس كيبانوا ليه شي ناس اللي هما ما كاينينش اش قلت يا ايمان اي تيكيت اكل التمر ما عرفتش اي تيكيت اوكي هذا الانسان هذا ماشي انسان طبيعي ولكن فاش كتكون كاع الناس كديرها كتعود مسألة طبيعية اشنو كيخلي واحد الحاجة طبيعية اي حاجة كيديروها لا ماجوريتي ديال الناس كتولي مسألة طبيعية اوكي حيت كتولي هي هذه هي ثقافة القطيع حيت هذا هو الفكر ديال القطيع كيشوف القطيع مشى تيقول اوكي اذا راه عندهم الحق اي حاجه كيف ما بغى يكون نوعها الا كيديروها لا ماجوريتي ديال الناس كتعود هذيك هي القاعده وكيعودوا الاقليه هما الاستثناء يعني ان الخطا والصواب ما عندوش علاقه بالخطا والصواب بالمنطق الخطا والصواب عنده علاقه بلا ماجوريتي داكشي علاش المغاربه دابا كلهم مراد ولكن حتى واحد ما تيقول انا ما مريضش حيت كل شيء تابع القاطع لو شونج ما عمرو كيجي من عند القاطع حيت القاطع ديما كيبقى قاطع ديما تابع التغيير كيجي من شي واحد شاد ديريكسيون اخرى هو اللي كيغير ماشي داك اللي تابع ديال القاطع حنا المجتمع ديالنا مجتمع ديال القاطع جينيراسيونيلمون يعني كل جينيراسيون بحال قاطع ورا قاطع ورا قاطع مثلا فاش كتحسب 1400 سنه ديال التاريخ فيها شي 45 جيل وهاد الجيل كلهم قاطع
والراعي ديالنا هو محمد، هو اللي كيرعى هذا القطيع كله، كيعرف ديال الكلب كيفاش يرعاه. عرفتي باش تسير واحد القطيع لمدة 1400 سنة ما كيزهقش، ما عندوش هو مشكل شي واحد غادي يخرج ليه من الدين ولا شي، كل شي مقيد. إذا نحن كمجتمع مجتمع مريض، فاش كتشوف الناس في الوقت ديال الحج راه ما كتكونش سيغبري، ما كتقولش اواه ما يمكنش. دابا الا جبتي شي واحد من تشيلي وحطيتيه في المغرب ايامات الحج وكيبان ليه بنادم، ولا زاجونس دو فواياج الروينه نايضه، ولا فاش كيجيو من الحج الا جبتي شي واحد من تشيلي غيشوف وغيقول هاد شي سي با نورمال. فاش غتجيبو ايامات رمضان غتجي في شكل هاد الناس هادو، بنادم دين مو كيجوع كيجوع النهار كامل ما كياكلش. ولكن علاش حنا كتبان لينا نورمال؟ حيت حنا كنعيشو وسط القطيع. الا لا ماجوريتي ديال الناس كيديروها، اذا هذيك هي القاعده. الا دخلتي لشي مدينه ولقيتي مثلا الرجال كلهم لابسين الصايات، إلا دخلتي عندهم لابس سروال انت كتعود حالة شادة، ونورمالمون انت كتشوف فيهم كتقول هاد الناس مراد، هادو لابسين الصايات، رجال لابسين الصايات ومحسنين اجليهم قاع، ولابسين قاع صباطة ديال الطالو قاع. إلا شفتي فيهم غتقول هاد الناس مراد، ولكن انت ما غاديش ترتاح حتى تولي بحالهم. فهمتي؟ انت ما غاديش ترتاح، غادي يبقاو يشوفوا فيك وغادي يبقاو يعيبوا عليك، وما غاديش تلقى لو كونفور ديالك لابس سروال، وغادي تلقى لو كونفور ديالك فاش غادي تلبس صايه وغتحسن فخادك وتلبس صباط ديال الطالو. واش فهمتونا الاخوان؟ دابا الثقافه ديال الغزو مثلا، الغزو والثقافه ديال السبي، علاش كان ثقافه ماشي ظاهره؟ كنقولوش ظاهره، السبي كان ثقافه، المراه بالثمن ديالها كيفاش تبيعها كيفاش تشريها، واش تزني مع ولادها، واش ولادها ولادك، واش تقدر تبيعهم تقدر تشريهم. اوكي، هذه كتبان لنا انها واحد المسألة خيبة مشينة، ولكن هذه كراها ثقافة. علاش ثقافة؟ حيت الناس كلهم قبلوها، كل شي الناس كيمارسوها. السبي او الغزو كان الرسول بحيلة كيخرج بحيلة غير غادي وغادي يجي، هذا هو السبي. كيكونوا غادين شوية كيكونوا غادين ما بهم معلوم، كتبان لهم شي قافلة دايزة كيقولوا شنو غادي نديروا غزوة، كيغزيوهم كياخذوا القافلة، ياخذوا لهم الجمال ديالهم، كيشدوا البنات كيبيعوهم الرجال. الى داروا شي هذا الرجال ما عندهم ما يديروا بهم، غيديو محطهم في الحبس، اش غادي يديروهم؟ كيقتلوا الرجال. ثقافة للحياة فيها رخيصة بزاف، داكشي علاش ديما كنقولوا بان حنا كنعيشوا في ثقافة ديال الموت. الاسلام ثقافة الموت. اوكي، اذا هذا هو الواقع ديالنا كمسلمين، ديما غادي نبقاو قريشيين، ديما غادي تبقى فينا ديك سايكولوجيا الانسان المقهور ديال قريش، ديما غتبقى فينا. طير وتنزل ديما، الا كنتي مسلم اذا راه عندك شويه ديال العسله. داكشي علاش فاش نات داعش حتى واحد ما تفنفن ياكل، لا داعش خدامه والعالم الاسلامي كله كيتفرج،
وكل شيء كيتفرج ربما غادي ينجحوا ويبنيوا دولة. عقلتوا يا مات الله بدا داعش وداك شيء، كل شيء كيتسنى واش هاد الناس غادي يقدروا يبنيوا دولة. ما جاو فين يكملوا الجملة تبانوا اليوم العيالات كيتباعوا، زريبة قدام العالم كامل كيتفرج في العيالات كيتباعوا. شحال دايرين اليوم الثمن؟ 5000 5000 لا واقيلا قل. وإلا ما عندكش الله يجيب شي خير تاع السيمانه الجايه ماشي مشكل. تتوكلها مزيان وبيعها لشي واحد اخر ولا. هذه هي الثقافه. علاش علاش السبي ولا ثقافه والغزو ولا ثقافه؟ حيت لا ماجوريتي ديال الناس خرجوا ليها ديريكت. راه ما كديرش 24 غزوة في 10 سنين من فراغ، راه هذيك هي الخدمة ديالك. كضرب ضربة مزيانة بحال الحواتة، كيضرب ضربة مزيانة وكيريح ليه. إلا ضرب ضربة صحيحة راه كيريح شهر شهرين بلا خدمة هانية. ضربة صحيحة ولا دوك اللي كيبيع لك كروز شيب كتاخد لي عام عام ونص باش يبني الكروز شيب، صافي هو عنده عام عام ونص عامين باش الله يصوب لك باطو صافي كيريح. نفس الشيء مع الغزوات، كيمشي كيضرب غزوة كيريح ليه شهرين، شهرين عنده فيها العيالات كيبيع فيهم ويشري ومنكح مع راسو، وعنده شي جمل ولا جوج، وعنده شوية ديال هذا، كل واحد كياخد جطو. عصابات كتعيش في الصحراء، هذيك هي الثقافة ديالهم. إذا كان عصابات كيعيشوا في الصحراء، إذن الفكر ديالهم باغاليل مع النمط ديال العيش ديالهم. كيفاش كانوا كيعيشوا هو لو برودوي ديال الفكر ديالهم، وحنا جينا خدينا الفكر ديالهم وتبنيناه كنظام في الثقافة ديالنا. اش غادي يعطيك؟ غيعطيك شعب دين محمر هاز 8 المليون غادي بها للسعودية. خص دابا خصو يديروا الصف فاش يكونوا غادي للسعودية، ولي داز يجيو كل واحد يدوز نخوروه، دير واحد الصف من هنا ومن ليه فاش يكونوا طالعين في الطيارة باش يمشيوا للحج، نبقاو نخوروهم قبل ما يطلعوا في الطيارة. حيت شعب دين محمر داي فلوس كل دولة أخرى. الله ديال بصح غيقول شتي لدات الحج عند السعودية، السعودية ما غاديش يخدمه، وغادي نتقب هاد قانون الطبيعة اللي كتعيش عليه جميع الكائنات الحية. أي واحد دين مو فيه الروح إلا خصو يمشي يضرب تمارة كاع في الوجود كامل. إذن أنا كتجيني ماشي لوجيك وماشي من العدالة، علاش حنا ما يديش لنا الحج تحنا يا في جامع الفنا ولا في خنيفرة ولا في وتحنا يجيو عندنا الناس من دول أخرى يحطوا عندنا 8 المليون بيا اللي غنمشي نخدم 10 وخنبيع لدين أمهم الخرا. شتي الخرا نديرو في دوك الخرا إلا درتو اليوم في دوك الكيسان ديال الكاغط اللي كيجي فيها داك المافن، ديك الحلوة اللي كتكون دير فيها الخرا يامات الحج ودير لاباس، ما تخدمش انت عام تبيع عليهم الخرا وما تخدمش عام. تفضل خويا جا. اوكي بالي قال لك بخمسه دراهم يقدر الواحد يشري لا كونيكسيون ويفهم ان هذا الدين كله بولشيت. اكزاكتوم يعني خدام. شكرا حبيبه، شكرا حبيبه خويا، يمك اللي رباتك وكبراتك. انا ماشي حبيبه، نصحك عيلتي وين عاد دابا اللي قلتي لي خلعتيني صحابك عيرتي عاد دابا زلاتك عاد شي واحد كتقول لي الله يرحم والدين امك كيقول قالت كيفاش عاد دابا نزلات ليه بالترجمه بالترونزليت بجوجل ترونزليت في البليصه قالت لي سير عطات الطو كمل لا عبغى تشرح لي باننا فهمناه باش ما يكعاش خويا خالي. وتحاول اخويا ابو الحياه، تحاول اخويا بيرفورمر، تحاول امول الحياه، تحاول صافي صافي مول الحياه للحياه اخويا، مول الطرباوش مول الحياه وجه الترمى ناري دابا عاد فهمت
انا كنقلب على بيرفورمر عند ديك التصويره واعره ديال هذاك الشيء ديال نوح وكاع داك الخرافات جمعهم في تصويره وحده وما لقيتهاش تحسبني ما كايناش على ما شفتيهاش راه دايره سميتو هذاك العماري ولا سميتي لا حتى دابا عاد فهمت العمري هذاك هو العمري دابا وقيل الاخت ما فهماش القضيه مع العمري واش فهمها هذه هي عمي ميرا مع الغليمي اللي وقع ليه وداك سولها واش فاهمه علاش هي دايره داك علاش فهمت داك النهار وصفت لها من المراه ديال واحد ماشي راقي ديال واحد الداعيه واتصلوا به وما جاوبهمش بقاو تيقولوا لي مشاكسه تسموني مشاكسه الكلب تصيد الكلب تصيد سيدة ديال الكلاب تصيد سيدة ديال الكلاب نسولك واحد السؤال علاش نسولك واحد السؤال مين تصيد وحط راسه في المأزق وحط الحصيرة على البئر وجلس عليها وطاح في غيبة الجوب علاش ما طلعوهاش على ديال مو هاد الشهر كامل باش يا هو يا حنا يا اما يقدم اعتذار لذوك لي زاتيستاسيون اللي خداهم يقولهم خديتهم كذوب ولا ما كنفهم حتى شي خاصيه او الناس تصطادوني غير باش نعرفوا شنو عنده في العقل لا فاش كتقرا لي كومونتير كتقول لا جدوى فهمتي ناس في لي كومونتير كيسبوا فينا كيدعيو علينا اوكي فاش كتشوف هادشي كتقول ما غاديش ناثر على هاد الانسان لا ولكن حنا شنو بغينا نديرو خويا بيالي عبرة لمن لا يعتبر ولمن لا يعتبر ولمن الناس اللي كتعتبر باش يتشوه وباش الناس اللي بغاو يديرو بحالو يعرفو شنو غيجيهم في المستقبل دوك الكونسيكونسز اللي كنهضروا عليهم كيتقاو الحذر ديالهم ما كيديروش بحالو هنا خصك تخليه كموضوع او كنقطة وكتخليه وكتطلع به الطوبيكات باش الناس اللي بغاو يديروا بحالو غايقول لك بيتيت غندير بحالو غنتصيد غيصيدوني هاد الملاحده ولا هاد الحرام ويضحكوا عليا ويتشوه تاعنا هادشي اللي بغينا نديروه علاش فهمت بيا لي حيت علاش الناس ما بقاتش كتبع القران الناس ما بقاتش كتبع السنه الناس ما بقاتش كتبع الحديث الناس كتبقاو يتبعوا هاد لي براند هادو طلعوا دي لوغو كهنه المعبد كيطلعوا دي لوغو كيعطيوك الدين ديالك من خلال لي بلاتفورم ها شنو خصك دير ها شنو ما خصكش دير انت شنو خصك دير كانسان مضاد شنو خصك دير ما كتقراش عليهم القران ولا كتقرا عليهم الاحاديث نو كتقرا عليهم الشخصيه ديك الشخصيه اللي عطاتك اجي نحاورها ونشوفوا شنو عطاتك ديك الشخصيه شنو كتفهم ديك الشخصيه شنو ما كتفهمش وكتبين للناس بلي ديك الشخصيه اللي كتعطيك الدين ديالك وكتعطيك الاحتياجات ديالك فهمتي كتبين لهم بلي ديك الشخصيه كتخسر ليه الريبيوتاسيون ديالو صافي هذه هي كتضرب من داخل الصومعه ماشي كتخسرها ولكن كتفضحو كتخسر يدير كتكذب عليه كتعري راه قالها قال لي انا راه ما عندناش دليل على هذا الشيء هذا قالها ليه ما عندكش دليل شنو دخل دير وشنو دخل دير مين ما عندكش دليل باقي الناس ما وعاوش اشنو علاش كيدور ربما وعاو ربما كل بزاف منهم كيستافدوا وكيقولوا للناس طلعوا وديروا دي كومونتير ودافعوا على الدين ديالكم والناس كيطلعوا ما عارفينش كيقولوا داكشي اللي كيقولوا لهم اكتبوا ولكن ما عارفينش اش واقع في الفيديو تقب انا ما كنتش كنعرف شكون هو هذا الميخي تشفت شكون هو شكون هضر معنا قال لك غانا دخل شي بلاصه حدا تا وريرت ولا شي حاجه لقى واحد خينا مخدم هاد الميخينيت سمعتيني عاد قلت او شي وهذا راه شخصيه معروفه في المغرب وكان خماس اخويا بيان كان خماس دابا ولا كيضرب قال لك 90 مليون مغربية كيضربها في العام هذيك جبدوها ليه وجبدناها ليه افونتيغ جبدناها ليه مكسميتهم ديك اللعيبة ديال لادسنس شحال كضرب في اليوتيوب فهمتي 90 مليون سنتيم كيضربها في الشهر ماشي في العام اخويا بيالي
الله يرحم ليك الوالدين في الشهر. ناري 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 ناري. تالية أنا ندير داعية. الله يلا بالصح بالله. قلت لك هذه هي، قلت لك غندير واحد الداعية وندير هذيك روتيني اليومي بالإفادة الإسلامية. شنو كيدير محمد؟ شنو كيدير الطب النبوي؟ حنا نديرو لاكويزين النبوية، الكعكة النبوية. كيديري طيبي الكعكة ديال سي محمد اللي كان يطيبها مع عائشة وتلقيها على بنات، والله تتاخدي العاقة، الكوين يبقى يطيع عليك، ما تشبعيش بالكوينات، فهمتي؟ كنديرو الطب النبوي، مبقاش الطب النبوي، بيدير الكعكة النبوية، الكعكة النبوية ودخليها لاكويزين. قولي لهم النبي كان كيطيب الكعكة ديالو، وغير تضحكي على الاخرى كلشي تباك. كمل اخويا بان ناوي بنادم دين معيش فابو حيت الشعب حمار. لا ماشي عايش فابور، عايش فوق 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 بخير. 90 مليون في الشهر امسي بيدلي 90. عرفتي شنو هي 90 مليون في الشهر؟ واو 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 واو، هذا راه بحال بيل جيت ديال المغرب ولا ياكل اللب بحال ايلون ماسك. بيل جيتس اخويا ما كانش كياخذ الاعاقه ديالي، كان كيساهم في خلال ما كيبتل العلم العالم كامل. وهاد ولاد الحرام اللي هما كابرين في الجوع وكابرين في البغض وكابرين في الضغينه كيقلبوا غير الاعاقه. اما الكفار ما كيقلبوش على الفلوس، كيقلبوا غير الشهره، غير فاش توصل الاسم ديالو للناس كاملين. ما هاد الحمير كيقلبوا غير الاعاقه. 90 المليون سنتيم كيضربها شاك مو، وفي خلال كيدير احسن من اخ النوس كي قال بابا احسن. الله يرحم ليك الوالدين. والله الا غدا شنا اخويا بيا اللي غدا المقاطعه وكنقطعوا في دين امه، ولكن الناس اللي كدابوا وخدا الثروه هما هادو اهل الدين. علاش قلنا خصنا نطيحوا اهل الدين؟ وشكون اللي واعر على هاد خيناده في المغرب؟ الفايد. لا الفايد هرب. الفايد هرب. نسى اخويا بيا اللي دابا شكون شكون اللي غيطلعوا لك الجدود؟ تعرف شكون اخويا بيا اللي هما اللي كيعطيو الرومات ديالنا تلاميذ ديالهم. كما دابا قد تجلس في واحد لاكاف واحد القهيوه وغادي دير واحد القهيوه وغتهضر مع بنادم غتقول ليه داك المسخ شوف شنو داروا فيه في كلاب هاوس، غياتاكيك بنادم غيقتلك. لان علاش؟ عندهم التلاميذ، عندهم الفانز، وخصك تاتاكي هاد لي فانز. هاد لي فانز اللي غادي يرجعوا انت برادروا. كما كتلقى الملك شنو غتلقى من بعد؟ وكيل الملك. وكيل الملك داك وكيل الملك حتى هو ما غاديش تعطيه الصلاحيه، غتحيدو. هذا هو. انت شنو غدير دابا؟ جالس عندك في الروم ما تبقاش تتبع الدين والكتاب والقران، تبع هاد لي لوغو اللي كيعطيو الناس الدين. هاد الناس كتشوههم. وي علاش كنضحكوا على هاد الدامين كنشوهو فيهم؟ علاش كنضحكوا على هاد الياس العمري؟ خدينا ليه السي في ديالو، بغينا نقلبوا في السي في ديالو شنو عنده في الحياه ديالو. شنو عنده؟ خدا واحد ماجستير ديال الادب الفرنسي. اوكي مزيان تري بيان، حتى حنا كنشجعوا على العلم. انت كانسان ديجا كتضرب في الكفار، علاش خديتي اللغه ديال الكفار؟ علاش ما بقيتيش في اللغه القريشيه؟ خديتي اللغه ديال الكفار، يعني شنو خصك دير؟ خصك تحارب الكفار بالعلم. انت خديتي اللغه ديال الكفار باش تطلع واحد البلاتفورم، عمرك هضرتي باللغه ديال الكفار، هضرتي باللغه القريشيه، يعني دابا شنو؟ علاش مشيتي خديتي 15 سنه وانت تقرا في اللغه ديال الكفار، ومن بعد ما دخلتيش وقريتي بها ولا درتي بها شي افاده؟ خليتي راسك في اللغه القريشيه، ومدير ديبار ما تدخلش اخويا كاع في اللغه ديال الكفار، خليك في اللغه القريشيه. وكيطلع ويعطي المحاضرات. انا كنشوف والله اخوتي ما نكذبش عليكم، العمري حتى هو غير واحد البيدق استعملته الحكومه باش يضحكوا على الناس وصافي من الاخر. حيت علاش؟ الحكومه هي اللي تعطي لي زاتيستاسيون. ما يمكنش انت غادي تعطي راسك واحد الورقه، ما يمكنش. الناس عطاوك وقريتي وكملتي وجيتي درتي لو تيست وعطاوك واحد الورقه، وليدك اللي عطاك الورقه واش انت سالتيه وجاوبك ولا جاوبك وسالتيه انت؟ ما فهمناش. يعني مادام عطاك ديك الورقه الا متاكد من العلم ديالك،
إذا كنتي خاوي راه ما يعطيكش ديك الورقة، ولا كنتي مشارجي غيعطيك ديك الورقة، ولكن انت ديجا من طلعك الغليمي عرفناك خاوي فيد نتايا، وداك اللي عطاك داك الورقة هو اللي خصو يتحاسب ماشي انت، انت عرفناك ديجا خاوي، نقلبوا على اللي عطاك ديك الورقة باش أكد لك المنصب والمعلومة بلي أن الأمري خصكم تاخدوا به، خصنا نقلبوا على داك اللي عطاك ديك الورقة، علاش عطاها لك ولماذا؟ واش باش تغفل الناس ودير ليهم لي بنوز، ولا بوتيت الاب ديالك صاحبه؟ ما غاديش ندخل اخويا في السياسه وصافي، باس اخويا ديال لي خسكيب. غادي نعطيك غير واحد الادلاء جد بسيط هنا باش كتعرفوا حمار هاد الامري والله الا حمار. اول حاجه باش بان غنسولكم نعطيكم واحد السؤال، امتى بان الامري؟ سانكو ماشي خا امتى قالت دي هي سانكو بيرفورمانس؟ شنو قلتي؟ فاش دار الكريتيك ديال الشيخه. تبارك الله عليك، اللهم بارك. اوكي هذيك اول صفه كانت هضر بها هي كبيرفورم، الناس عجبهم الحال داكشي اللي قال على الشيخه، دوك اللي باغين الخلافه ترجع هزوا طلعوا فوق العماريه، حيت اللي كانوا اليبوك هما داك الشمالي داك اللي كيبقى يدير اليوم مهريج ومضحك ياك، وكان داك الوجدي المسطي اللي كيبقى يهرس المنبر ساعجه هو اختار الاضواء. ناري ناري ناري، هادي 3 سنين امتى بان اول دخله دارها؟ دارها للشيخه، اول دخله عند الامري دارها للشيخه. علاش دارها للشيخه؟ لان المجتمع المغربي او المجتمع الاسلامي ما كيحملش الفساد، ما كيحملش الزينه، ما كيحملش جميل، ما كيحملش واحد اللغه اللي هي زوينه، واحد الصفه اللي زوينه. المراه ما كيحملهاش يشوفها بالماكياج بالميك اب ديالها واقفه وتا هي عندها واحد البليصه ومكانه، ما كيحملش. هو قال غندخل هاد الدخيله باش نكسب الجماهير، ودخل الحمار بديك الدخيله. امتى تدخل؟ امتى تدخل؟ تدخل في رمضان، داك المسلسل تحط في رمضان هو باش كيكسب العقول المستنيره بالايمان الالوهي اللي هو ديجا مبهم، ما كانش اله ولكن الناس مخدره بالاله. اوكي دخل في ديك الوقيته في ديك لا بيريود ديال شهر رمضان، قال هاد الوقيته الناس كتصلي كتوب، اللي دار شي مصيبه وغيتوب في رمضان، ودابا خصني نقز على صحاب الاستتابه هما اللي غيساندوني في هاد اللعيبه اللي غندير. وبقى كيبين ليهم التاريخ ديال المراه شنو خصها شنو لها وشنو ما عليها، وبقى كيكلاشي في المراه، اجي نوريك جارتك، اجي ندخلك على جارتك، اجي شوف جارتك، جارتك راه كدير الدعاره. وبقى كيكلاشي المراه بواحد الصفات اللي خبيثه، والناس بقاو كيايدوه. اوكي اوني داكور اوني افيك توا سي لامري صافي جيسكوبو، والناس بقات كتايدو بكل بساطه.